سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأحيي شبابنا الطاهر المبارك الأبي الزكي الذكي. نعم أقول لكم والله منذ يومين وأنا أحاول أن أخاطبكم وأن أكلمكم، ولكن بكل أسف لم نتمكن لانقطاع البث المباشر عن قناة الرحمة، وحاولت مرارا مع قناة دريم ومع قناة المحور، ولكن بكل أسف لم يمكنونا من مخاطبتكم ومن الظهور ومحادثتكم. على أي حال أيها الأفاضل، أكدت مرارا أن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة وليس في الآخرة فقط، وقد حذرنا ربنا جل وعلا من الظلم وحذرنا من عاقبته الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وحرم الله الظلم على نفسه، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية والتي كانت بعنوان تونس دروس وأحكام، قلت إن الجوع إذا اشتعلت ناره إذا اشتعلت نار الجوع ستدمر كل شيء وستحرق الأغنياء قبل أن تحرق الفقراء، وها هو الواقع المر الأليم. فبلدنا يحترق الآن، مصرنا تحترق بسبب هذا الظلم وبسبب هذه الممارسات السيئة. نعم أخاطب الآن شبابنا، لا أقول لهم الآن إلا احفظوا أمن هذا البلد، احفظوا مقدرات وممتلكات هذا البلد. فهذه الممتلكات العامة والخاصة ليست ملكا لأحد وليست ملكا لفرد، بل هي ملك لهذا الشعب الأبي الذكي البطل الشهم النقي التقي. فلا تسمحوا لأي أحد، لا أقول لا تسمحوا لهذه العصابة المجرمة من الأفاكين الكذابين المفسدين في الأرض، لا تسمحوا لهم أن يندسوا في الصفوف لقطف ثمرة جهدكم المبارك وللقفز على دمائكم الطاهرة التي بذلتموها على هذه الأرض الزكية للمطالبة بحقوقكم المشروعة العادلة. لا أقول لا تسمحوا لهؤلاء فقط، وإنما أقول اظهروا هوية هؤلاء ليعلم العالم كله ولتعرف الأمة كلها هذه العصابات المنظمة الممنهجة التي اندست في اليومين الماضيين لترويع الآمنين من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا وللنهب والسلب. اظهروا للعالم كله هوية هؤلاء وحقيقة هؤلاء، وأخبروهم أن هؤلاء الشرفاء الذين خرجوا للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة ما كان لهم أبدا أن يكونوا من المفسدين. كيف وما خرج هؤلاء إلا للإصلاح؟ كيف وهؤلاء يعلمون أن الله جل وعلا قال إن الله لا يحب المفسدين، والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وهو الذي أمرنا وقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الشباب، أيها الأطهار، أيها الأبرار، أيها الأخيار، مصر بلدنا. لا تسمح لأي أحد أن يحرق أو أن يخرب أو أن يدمر. فالأمن نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لقد كنت مع أولادي بالأمس ومع إخواني من أولادنا وشبابنا بل وآبائنا من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الفجر نؤمن بفضل الله تبارك وتعالى المنطقة التي نسكن فيها. رأيت من شبابنا بل ومن آبائنا، رأيت صورة من أعظم صور الشهامة والمروءة والرجولة. هذا الشباب نعم أظهر للعالم كله أنه شباب بفضل الله تبارك وتعالى، شباب واع، شباب يعرف تماما متى يتكلم ومتى يتحرك. رأينا بفضل الله مجموعات مباركة من شبابنا ينظمون المرور ويحولون بين هؤلاء البلطجية والمجرمين وبين السفك والدماء. ورأينا في الليلة الماضية
مجموعة كبيرة من أولادنا وشبابنا يؤمنون البيوت ويؤمنون المتاجر ويؤمنون الممتلكات العامة والخاصة، وأنا شاهد عيان على ذلك، وكنت أقف معهم وأقف بينهم. فأنا أقول لكم أيها الأفاضل، مصر بلدنا، لا تسمح لأي أحد أن يروع أمنها أو أن يدمر ممتلكاتها أو أن يدمر مقدراتها، فهذا مالكم وهذه ممتلكاتكم، ولا تسمحوا لهؤلاء المخربين أن يشينوا وأن يسيئوا إلى هذه الثورة المباركة الكريمة التي خرجتم بها للمطالبة بالحقوق المشروعة العادلة التي لا ينكرها على ظهر الأرض إلا جاحد. وأحيي الجيش، أحيي الجيش على موقفه الرائد، وهذا ليس بجديد على أولادنا وإخواننا في القوات المسلحة. وأحرم وأجرم أن تطلق رصاصة واحدة لتصيب ابنا من أبنائنا، فهؤلاء أبناء مصر وهؤلاء شباب مصر، وهم أمل هذه الأمة بعد الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، العالم كله يراقبكم، فحولوا بين هذه الشرذمة المفسدة في الأرض وبين أن تسيء وأن تشوه عملكم المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن هذا البلد واستقراره. اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، ما ظهر منها ما بطن. ولطالما قلت إذا اشتعلت نار الفتنة لا يسمع فيها صوت العقل والحكمة، أخشى أن تدمر هذه النار الأخضر واليابس، أخشى أن تحرق بلدنا وأن تدمر مقدراتنا وممتلكاتنا، فحولوا بين هؤلاء المفسدين وبين ذلك، وأظهروا للدنيا كلها، أظهروا لهم أنكم شباب واع، أنكم شباب أبي تقي، ما خرج إلا لدفع هذا الظلم وللمطالبة بحقوق عادلة مشروعة. أيها الأفاضل، أبشروا، أبشروا، اصبروا واثبتوا، فالنصر آت بإذن الله تبارك وتعالى، النصر آت بإذن الله تبارك وتعالى. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. نعم كونوا حماة لأمن هذا البلد، فأنتم البلد وأنتم أمنه وأنتم حماته. وأنا أحييكم بفضل الله تبارك وتعالى على هذا العمل الرائع، على هذا الجهد المبارك في تأمين بلدنا في الليلة الماضية، وأرجو أن تستمروا على هذا الدرب لحماية آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم، وأرجو أن يلتحم الجيش مع هذا الشعب للحفاظ على الأماكن والممتلكات العامة من المستشفيات والمدارس والأماكن العامة بل والخاصة، ولا تسمح لأي أحد أن يسيء إلى هذا الشعب الأبي النقي التقي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم بلدنا، ألا يحرم بلدنا من نعمة الأمن والأمان. اللهم اعصم مصر من الفتن، ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واحفظ أولادنا، واحفظ أموالنا، واحفظ ممتلكاتنا، واحفظ مقدراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق كل مسلم أيا كان موقعه للعمل بما يرضيك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ويجب الآن على كل الحكماء والعقلاء أن يتحركوا لحماية أمن هذا البلد حتى لا يتسلق اللصوص ولا تسلق الوصوليون الانتهازيون على دماء هؤلاء الشباب الأطهار وعلى عرقهم الزكي لسرقة ثمرة هذا العمل المبارك. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.